deitou. Pangalawang araw. Pangalawang araw namin dito. الآن يشمل احتضانا وتعليما والاهتمام بصحتي وإعدادي نفسيا وإيمانيا تربويا مواجهة المستقبل والأخ بيدي نحو الفضيلة وتقوية روحه وعقله وزرع الأمل في نفسه ومعاملته بصدق وإخلاص والحرص على مستقبله وسلوكه تماما كما يكون حرص الأب على مستقبل أبنائه وسلوكه. وإلى رجال التربية والتعليم نقول الله الله بالإهتام في مدارسكم، إن بيت اليتيم يظن فيك خيرا ويأمل منك خيرا ويعلق عليك آمالا واسعة بعد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء وبحثه على تعلم القرآن وحفظه في حلق الذكر. رعاية اليتيم تكون بحفظه الاهتمام بدراسته ومستقبله الدراسي. أما أكبر دعم يقدم اليتيم فوضعه على طريق الصحبة الصالحة التي تعينه على كل خير. لا تقل إن كلامي لن ينفع أو لن يؤثر، فما تدري قد كلمة نقشت في قلب أحدهم فأحدثت أثرا عظيما في حياتي. ولا يسير في سنوات طويلة وشاقة هذه الكبيرة العظيمة. تبارك وتعالى من علينا أن نبذل قصارى الجهد في أن نكون قريبين منهم حتى ننال دعوة القرآن الكريم. Taon-taon kayo nandito. Taon-taon kayo nandito. Pahinting kita. أنتم تمنون الموت من قبل أن لله كتابا مؤجلا ومن يرد Thank you.